يعتبر من أقوى الحيوانات المفترسة، يسكن في معظم الأحيان في مناطق أفريقيا وأمريكا الجنوبية بالإضافة للقارة الهندية. في نوعين تقريبا من الأساسيين، تماسيح بحرية أو المياه المالحة وتماسيح نهرية والمياه الحلوة. تكثر وبالتالي تكثر في قريبة من المياه على الأنهر أو البحار، مع أنها يعني تعيش على اليابسة، ولكن حركتها الطبيعية والمناسبة في عملية الاصطياد في منطقة المياه. من ضمن تكاثره هو تكاثر بالبيض. دورة الحياة التفقيس تصل من 65 يوم تقريباً إلى فوق 80 يوم إلى أن يفقس جنين صغير في حدود 10 سنتي. البيضة نفسها أكبر من بيض الدجاج بقليل، ويدفنها في ما بين الرمال أو ما بين النباتات والحشائش الجانبية قريبة من المياه، ولكن بعد كذا عندما تفقس الاعتناء فيها في فترة الحضانة تتناوب الزوجين عليها الحراسة، وبعد التفقيس يأخذها من بفمه نقلها إلى الأنهر. التمساح بشكل عام في عدة تماسيح في عدة دول، طبعا التمساح اللي عندنا هنا التمساح الأفريقي أو النيلي اللي يسموه، طبعا يعيش في المستنقعات، طبعا الطحالب الموجودة في نفس المستنقع يستفيد منها التمساح بشكل كبير في عملية التزاوج، كذلك في عملية العيش في نفس المستنقع هذا. طبعا عملية التزاوج أو البيض يوضعها خارج المستنقع بشكل عام. طبعا من سلوكيات التمساح أنه لا يؤمن إليه بشكل عام، كذلك في أشياء تثيره، مثلا فترة الأكل، فترة التزاوج، وكذلك فترة الغفلة، يعني مثلا هو نايم أو هو غافل عنك أنت بتلمسه أو بتسوي له أي حاجة ممكن يهجم عليك بشكل عام.